المعرض الدولي إيفنت إكسبو المتخصص في صناعة الفعاليات والترفيه والصوتيات يقدم أحدث المعدات عالية الجودة والتي تضمن نجاح الفعاليات الكبرى، ويغطي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات تشمل الإضاءة وتقنيات المسرح ومعدات الديكور، كما يشهد مشاركة أكثر من 50 عارضا. اليوم ولا كل شيء كينظم تظاهرات من الحجم الصغير والكبير، كانت مؤسسات عموميه، مؤسسات حكومة، مؤسسات القطاع الخاص، وهذا الشيء كله مما دفع بان عده شركات خمات باش تستثمر في هذا القطاع. اليوم تقريبا عندنا 50 عارض في هذا القطاع اللي هما جول المغاربه واللي عندهم تقنيات جد متطوره اللي سمحت لهم باش يشاركوا تنظيم التظاهرات الكبرى اللي كيحتضنها المغرب، كلاكوب 22 23، كلاكاف، كتظاهرات كبرى. الحمد لله كنشوفوا شركات مغاربه هما اللي كيقوموا بهذا الدور. ويوفر معرض ايفنت اكسبو لمنظمي المهرجانات والفعاليات الكبرى فرصه مواتيه لمقابله اكبر خبراء تقنيات الصوت والمرئيات، كما يعرف برمجه فنيه غنيه من ورشات وعروض تقنيه وعروض مباشره.